اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده ماتشات مهمه جدا في الدوري الممتاز. الاهلي بيتعادل مع طلائع الجيش 0-0، وبيراميدز بيخسر من سيراميكا كليوباترا في اول مباراه لتاكس وعوده تاكس مره اخرى لبيراميدز. دي نتائج مباراه النهارده، وسيراميكا كليوباترا بيفوز بهدف محمد ابراهيم في الدقيقه 28 بعد 10 مباريات من التعثر وعدم وجود اي فوز، عشان يكون جدول ترتيب الدوري العام بعد نتائج مباريات اليوم. الزمالك في القمه ب 35 نقطه، وعنده طبعا مباراتين اكثر من النادي الاهلي اللي بيجي في المركز الثاني 32 نقطه. بيراميدز في المركز الثالث 29 نقطه، سموحه في المركز الرابع 26 نقطه، وفيوتشر في المركز الخامس 25 نقطه، البنك الاهلي 22 نقطه، فاركو غزل المحله المصري، امبي في المركز العاشر، طلائع الجيش، سيراميك كليوباترا، الجونه بقى في المركز ال 13 يعني طبعا 17 نقطه، الاتحاد السكندري 16 نقطه، المقاولين العرب 13، و الفرق اللي بتقع في مراكز الهبوط، الاسماعيلي بعد خسارته المباراه الاخيره امام امبي 2-0 عنده 11 نقطه، والمقص 10 نقاط، وايسترن كومباني في المركز الاخير بيتذيل جدول الدوري ب 10 نقاط. ده طبعا جدول ترتيب الدوري العام. تعالوا نستعرض تصريحات موسيماني بعد اللقاء النهارده، يعني كان لقاء يعني في مستوى سيء جدا جدا من الاهلي، يعني واحده من اسوا المباريات اللي شفتها للاهلي في الفتره الاخيره. مفيش اي سيستم لعب، مفيش اي شغل بيتعمل، وواضح ان اللعيبه متحفظه بكل صراحه. انتوا عارفين اي فرقه بتجيد واي فرقه بتشتغل كويس انا بقول، ولكن النهارده الاهلي ما يستحقش المكسب. الاهلي وحشين قوي قوي، اللعيبه بتعمل اخطاء بديهيه، مفيش انتشار جيد في الملعب. مش عايز اقول كلام تقليدي، لكن فعلا فعلا تحس ان اللعيبه مش عارفه تعمل ايه لما تلعب قدام فرقه بتلعب بكثافه دفاعيه وفرقه منظمه. كل الماتشات اللي الاهلي السنه دي لعب فيها امام فرق منظمه وبتلعب خط دفاع متاخر و عارفين كويس قوي ازاي ان هم يضغطوا وازاي ان هم يرحلوا، واجه مشاكل. طبيعي ان يبقى في فرص اكتر للاهلي لان في فرق كواليتي لعيبه، ده طبيعي. انما فرقه عارفه تطلع بالكره ازاي يلعبوا الكره بين الخطوط، يعني بص الكره دي مش ممكن ابدا لعيب النهارده محترف زي بيرسي تاو، راجل لعيب دولي، الاهلي بيتعاقب معاه بفلوس كتيره، مرتب يعني مرتبه يعني راجل بيقبض فلوس كويسه جدا. مش عايز اتكلم على الفلوس، ولكن هل طبيعي ان راجل يضيع كرة كل اي لعيب ممكن يضيع صحيح، لكن هل طبيعي ان حد يضيع كرة زي دي؟ راجل رقص الجون والجون فاضي، غريبه جدا جدا. طبعا بعض الفرص اللي خلقها طلائع الجيش، وعايز احيي الكابتن طارق العشري، لان كابتن طارق العشري يعني فعلا في الماتشات الكبيره دايما بيعرف يوقف فرقته كويس، وبيعرف انه يدافع بشكل كويس، وبيعرف انه يرحل بشكل كويس، والاهم من كده انه لما بيقطع الكوره بيعمل ترانزيشن او بيعمل تحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس، لانك لو نزلت قدام فرقه كبيره دافعت بس هتتغلب. النهارده مباراه سيئه جدا من النادي الاهلي، حتى البدله طاهر ويعني وميكيسوني واللعيبه كلها اللي نزلت، يعني دي الكره اللي اتيحت لحمدي فتحي، وعلى فكره بسام كان كويس قوي شال كورتين ورا بعض، هم دول الخمس دقايق اللي الاهلي كان ممكن يكسب فيهم. الكره دي مش سهله، لان الكره دي اي حارس تاني يحاول ينزل لها بايده هتخش جون. احب الحارس اللي يصد برجله ساعات، ودي المدرسه الالمانيه يعني. ودي طبعا في يعني دي يعني في واحده دي 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 صعب على بيرسي تاو لان هي لمست المدافع قبليها، لكن في واحده شالها بعديها بسام صعبه جدا جدا. ايوه هي دي، اتحرك لها وخد خطوات، دي بتاعت عبد القادر، اتحرك لها وخد خطوات كويسه جدا وفرد دراعه بشكل كويس جدا. الكورتين دول يعني خلوا طلائع الجيش في الملعب، لكن بعد كده هي دي الكوره، معلول عملها لتحت كويس قوي، ده صلاح محسن صح؟
دي الكرة طبعا اللي جت لمهاجم نادي طلائع الجيش، الراجل عدى برضو مفيش يعني بيرد على بيرستاو، يعني بيقول له يعني مش انت كمان انت ضيعت كرة، كرة صعبة قوي قوي ان هي تضيع. الشناوي طلع، الراجل خبط حمدي فتحي خبط فيه خلاص، ده انت مفيش حد بيريكفر. فرصة غريبة جدا جدا. بعد كده كلها حاجات عشوائية، يعني مفيش حاجة تقدر تقول ان هي فرصة صريحة الا الفرصتين اللي احنا بنتكلم عليهم، والكرة طبعا اللي بسام شالها، او كورتين اللي بسام شالها. لكن علامات استفهام كتيرة جدا على معظم لعيبة الاهلي، مش المهاجمين بس على فكرة، معظم اللعيبة اوت يعني اوت اوف فورم ومش في مستواهم. وعلى فكرة الكلام على الاجهاد والكلام على ضغط المباريات وان ده السبب في تواضع مستوى لعيبة الاهلي النهاردة، ده ما تزعلوش مني كلام خايب. ده النهارده لعيبه كلها دوليه، والنهارده مع السبورت ساينس او علم العلم اللي موجود دلوقتي في التكنولوجي الموجوده في الريكفري وعلم الاستشفاء، مفيش حاجه اسمها ان انت النهارده تقول ان انا مجهد، خاصه ان موسيماني عنده اللكجري او عنده الرفاهيه من ان هو يقدر يغير وان هو يعمل روتيشن وان هو يغير، لان انت عندك مجموعه لعيبه مميزه جدا في كل مراكز في كل مراكز الملعب. المشكله الرئيسيه ان اللعيبه دي مش متحفظه حاجه لما تلعب قدام فرقه عامله كثافه دفاعيه تعمل ايه، زي ما بنشوف في كل الفرق في العالم، الفرق الكبيره، ان النهارده الوينج مثلا بيخش لجوه في الهاف سبيس عشان يسحب الراجل، والباك معلق وبتتلعب له، بتسقط بتتلعب، الناس اللي بتتحرك لجوه واحد بيسقط واحد بيتحرك في ظهر الديفنس عشان يمنع السردباكات ان هي تطلع وان هي تسكويز او ان هي تطلع تضغط على اللعيبه اللي بتستلم بين الخطوط، ازاي تستلم الكره بين الخطوط، ازاي تمرر الكره بين الخطوط، كل ده مش موجود. وكل ده تزعلوش مني، كل ده شغل مدرب. انا دايما بشيب بموسيماني، لكن انا النهارده بصراحه ما شفتش شغل مدرب، ما شفتش شغل مدرب. وعلى فكره المدرب مش تشكيل وتغييرات بس، المدرب في اسلوب لعب، ازاي اكثر والكثافه الدفاعيه اللي بتلعب قدامي. عايز اروح لتصريحات موسيماني. يا ريت يا جماعه نجيب تصريحات موسيماني بعد المباراه. هل هناك علاج لاهدار الفرص؟ اهدرنا فرص كثيره بالفعل امام طلائع الجيش اليوم وخلال مباراتي الرجاء. مباراه اليوم شهدت ظروف خاصه، لو اضفنا ساعه اليوم على زمن المباراه لن نسجل. ليه؟ عايز اعرف ليه هو بيقول كده، انا عايز اعرف ليه. والموضوع مش موضوع اضاعه فرص، انت طبيعي مع احترامي ان انت هيجي لك فرص وانت بتلعب قدام طلائع الجيش باللعيبه بتاعه كواليتي الاهلي، لكن هل في سيستم لعب مكرر مثلا، جمل مكرره ادت للفرص دي واللعيبه ضيعتها؟ لا، كلها فرص، حاجات كلها يعني حاجات كلها مش عايز اقول عشوائيه، لكن حاجات امكانيات لعيبه واخطاء بتحصل، طبيعي مع الضغط يحصل اخطاء. بيرسي تاو لاعب جيد ولكنه اهدر العديد من الفرص، اشركت حسام حسن وشريف وصلاح محسن وبيرسي تاو جميعهم اهدروا، ماذا افعل؟ هل اشارك انا؟ تاو يهدر فرصا عديده ولكن الجميع يهدر، ومحمد شريف خلال 7 مباريات الاخيره لم يسجل، واليوم حسام حسن شارك ولم يسجل واضاع الفرص. انا بقى مش عاجبني التون ده، وانا قلت الكلام ده قبل كده، التون ده بتاع ان انت عشان تدافع عن اللعيب فتشرك في الجمله وتقارن ما بينه وما بين زمايله، ده هيعمل لك مشكله. وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان لما هو استخدم نفس الاسلوب مع ايمن اشرف وعلي معلول، علي معلول، ايمن اشرف النهارده لعب بس هو مش علي معلول اللي افتقدناه كثيرا، مال ايمن اشرف؟ برضو النهارده نفس الكلام، انت عايز تدافع عن بيرسي تاو؟ انا معاك ان هو راجل جنوب افريقي وراجل بلدياتك وكل حاجه ده، وانتوا اللي جايبينه وكل حاجه، انا ما عنديش مشكله كل الكلام ده، لكن ايه دخل ان انت تروح حاطط احصائيات محمد شريف وتتكلم عن حسام حسن عشان تدافع عن بيرسي تاو؟ انا في رايي ده غلط اكبر من ان مفيش اسلوب لعب وان مفيش جمل متحفظه، الكلام اللي في المؤتمر الصحفي ده اكبر. وبيرسي والنهارده موسيماني بقى سهل جدا استفزازه، بقى سهل جدا استفزازه من قبل الصحفيين، هم خلاص عرفوا الزراير اللي بتستفزه، وهو بقى يرد بطرق ما ينفعش. انت بتخسر اللعيبه دي، انا مش عايز اسخن الدنيا، مش يعني عشان ما حدش يقول ميدو ما سخنش حاجه، لكن دي حقيقه. النهارده انا لو مكان محمد شريف
هقول يا عم انا مالي انا، انت الناس بتسالك على بيرس تاو بتقول لهم ليه انا لعيب، بتفكرهم ليه وبتجيب سيرتي ليه؟ ده برضو غلط، وصدقوني ده غلط اكبر من التشكيل والتغييرات والاسلوب وبتاع. التعامل في 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 في, في المؤتمرات الصحفيه بتاع موسيماني ما تزعلوش مني، لا يعني وانا هقول رايي بصراحه، متواضع جدا جدا جدا. والناس بتقول الاهلي بيكسب والاهلي بتاع، على فكره طبيعي ان الاهلي يكسب، ما تزعلش تزعلوش يعني، يعني طبيعي ان الاهلي يكسب. الفرق بين المستوى الاهلي والرجاء فرق السماء من الارض، مع احترامي الكبير للرجاء، مع احترامي الكبير للرجاء، انا اتفرجت على الرجاء المغربي، فرقه كويسه وفرقه محترمه صاحب التاريخ كبير، لكن 70% من فرق الدوري المصري احسن منهم، احسن منهم. هيجي واحد تاني يقولك طب انت بيدو انت بتتكلم الكلام ده، طب فين الزمالك؟ انا بقول على لعيبه الزمالك ان تخجل من انفسها ان هي خرجت من بطوله افريقيا وفرق، والفرق مستواها في البطوله المستوى اللي احنا شايفينه ده كل سنه عن التانيه، مستوى الفرق في البطوله الافريقيه بطوله افريقيا الدوري بيبقى اسوأ. ليه؟ بكل بساطه لان اللعيبه المميزه كلها بتسافر خلاص، الفرق اللعيبه دي ما بقتش تقدر تحتفظ باللعيبه المميزه بتوعها. حتى الرجاء نفس الكلام، اللعيبه المميزه بتوعهم رحيمي والراجل راس حربه التاني بتاعهم الافريقي الراجل اللي كان جامد جدا مش فاكر اسمه ايه، هما الاثنين راحوا الامارات وهما الاثنين دلوقتي نجوم الدوري الاماراتي. ما بقتش في فرقه من الفرق دي تقدر تحتفظ باللعيبه بتاعتها، ما عندهاش الامكانيات الماديه. وتاني انا ما بفطش في ان الاهلي وصل لما بتاع، لا شابو للاهلي، لكن طبيعي ان هو يكون موجود في المكانه دي، لعيبته والبادجت بتاعته والكواليتي بتاعته احسن بكتير من كل الفرق دي. ونفس الكلام للزمالك على فكره، مش طبيعي ابدا ان الزمالك يبقى بره بطوله افريقيا بالمستويات اللي احنا شفناها في بطوله افريقيا بطوله الدوري، مش طبيعي. واكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله لكم ده في الكونفدراليه مثلا، في الكونفدراليه المصري، المصري سابع ولا ثامن الدوري المصري، مصري رقم كام على الدوري المصري دلوقتي، وعمل ماتشين كبار جدا على نهضه البركان اللي هم يعتبروا التاسع على الدوري المصري، اللي هو المفروض نهضة البركان واحد من الفرق المقدمة في الدوري الثالث على طول بعد الرجاء والوداد. لا فرق الدوري المصري مع احترامي الكبير أعلى بكتير من كل الدوريات دي، مع احترامي الكبير، لكن النهاردة علامة استفهام كبيرة. الأهلي وحش جدا جدا والله العظيم، لو كان الأهلي كسب كنت هقول نفس الكلام، طبعا مش بنفس الحدة بس كنت هقول مفيش أسلوب لعب، أنا مش شايف أسلوب اللعب. انا راجل مدرب قبل ما ابقى اعلامي بحاول اشوف الاهلي مثلا بيبداوا الهجمه ازاي، لعيبه نص الملعب واحد بيزق لقدام والتاني بيفضي نفسه عشان واحد يبقى عنده وقت على الكوره، علشان مثلا لعيب من لعيبه الدايره بيطلع على جنب عشان يفضي تشانل للتمرير للسيرد باك فيمر، مش شايف، مش شايف. انا خلي بالكم ما اتكلمكوش في مستوى لعيبه، مستوى اللعيبه ده هتكلم فيه بعد كده بعد الفاصل مع طبعا كابتن عادل مصطفى وكابتن دويدار، وهنتكلم بالتفصيل وهنتكلم تاكتكس، ولكن انا مش شايف اسلوب لعب خالص، مش شايف. هنتكلم بالتفصيل اكتر بعد الفاصل. نكمل تصريحات موسيماني. نعم فقدنا نقاط مهمه لكن ما زال الوقت امامنا للتعويض ومشوار الدوري طويل، وهنا لن اتحدث عن اعذار رغم وجود حاله الاجهاد التي يراها الجميع. لا لا انا مش عادي دي، ارجع لي بقى معلش، يعني ارجعوا لي معلش. طب حاله الاجهاد دي يا جماعه، النادي الاهلي كان عنده ماتشين في الدوري، في الدوري الممتاز اتاجلوا له، كان في ماتش قبل ماتش الرجاء بتاع الذهاب وماتش تاني بتاع ايسترن كومباني كان ما بين الماتشين. الاهلي بقى في اخر 15 يوم لعب كام ماتش؟ 3 ماتشات صح ولا لا؟ فين الاجهاد؟ لعب يعني اخر 15 يوم لعب 3 ماتشات، مفيش اجهاد خالص يا جماعه، فين؟ نعمل ايه موسيماني؟ نعمل يعني المفروض الناس تعمل ايه؟ تفصل لك دوري لوحده تلعب؟ عايز ان انت بعد كمان بعد ما الماتشين دول اتاجلوا، ان انت بعد ماتش الرجاء تلعب الماتش الاولاني بعديها ب 10 ايام عشان تبقى مريح؟ انت عندك 30 لعيب، 25 لعيب كلهم لعيبه مميزه. الكلام عن الاجهاد يعني انت بتقول انا مش عايز اتكلم على اعذار بعد كده رغم الاجهاد، الكلام عن الاجهاد غير مقبول، غير مقبول، بالذات ان رابطه انديه الدوري عملت كل حاجه للاهلي ان هو ما يبقاش مجهد، مفيش حاجه تانية تتعمل،
وتاني رابطه الانديه عملت كده عشان الاهلي ما يبقاش موجد في الدوري، عشان الاهلي ما يبقاش موجد في بطوله افريقيا اللي هو ممثل مصر الوحيد فيها، وده كلام كويس ما فيش مشكله ما حدش اعترض عليه. لكن ما تجيش بقى بعد كل ده تقول ان اللعيبه دي مجهده، ده كلام يعني لازم بقى نكون احنا مجانين بقى عشان نصدق الكلام ده. فين الاجهاد وفين ضغط المباريات؟ ده الكلام ده مش موجود يا جماعه. بدل ما النهارده ماشي مفيش مدرب بيطلع يعترف ان انا لا، النهارده الفرقه وحشه اطلع قول زي ما بنشوف في كل حته في الدنيا. ده جوارديولا الفرقه تبقى كسبانه 3 4 وبيطلع يقول لك احنا عندنا اخطاء كتيره ويجب ان نتطور، يجب ان نتطور، لازم عندنا حاجات احسن نعملها. فين المدربين اللي بتشتغل عندنا يا جماعه ان هي تتعلم من الكلام ده؟ لازم اطلع اقول انا عندنا مشاكل وان عندي مشكله كبيره، عندنا مشكله في اسلوب اللعب، عندنا مشكله امام الفرق اللي بتعمل كثافه دفاعيه. لازم ابقى صريح مع الجمهور. صحيح ما ينفعش تبقى صريح على طول الخط في المؤتمرات الصحفيه، لكن ما ينفعش ان انت تتكلم عن اجهاد بعد كل اللي اتعمل، ما ينفعش. هنتكلم عن مباراه بيراميدز بشكل اكبر، وهنتكلم عن عودة تاكس وهزيمة بيراميدز النهاردة. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون ضيوفي الكابتن عادل مصطفى والكابتن دودار. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، ولسه بنتكلم على الدوري المصري ونتائج ماتشات النهارده، وبيشرفني ان يكون ضيوفي الكابتن عادل مصطفى وكابتن دودار. كابتن عادل مساء الخير حبيبي يا ميدو، كل سنه وانت طيب. دودار مساء الفل، ربنا يخليك يا كابتن، مبارك يا كابتن. طيب انا بقول لك مساء الفل، مساء الفل. تشيرت ده حلو يا كابتن. الله يخليك. اه والله حاجه شيكه يعني، جيب مفيش حاجه تيجي جنبك ابدا. لا يا كابتن اتعلم منك. عادل، الاهلي النهارده ايه القصه؟ يعني ماتش معرفش انت بتتفق معايا ولا لا، لكن مفيش اسلوب لعب، تحس ان مفيش يعني مفيش تحضير للجيم. انت وانت داخل الماتش النهارده انت عارف اسلوب لعب كابتن العشري، سواء تلعب اربعه هيلعب خمسه ايا كان، بس هيلعب تحت الكره، تحط دفاع متاخر، ترحيل كويس، ترانزيشن كويس لما يكون معاه بيقطع الكره، الكرات الثابته طبعا بيشتغلها بشكل كويس جدا، الاوتات ماتش محفوظ طبعا. لكن انا بالنسبه لي مش حسيتش ان موسيماني محضر الماتش كويس. انا موافقك جدا، وانا عايز بس وانا بتكلم يا ريت ولو الناس هتنزلي حاجه ما تنزلش حاجه مكتوبه، تسيب فيديو عشان بس الناس ما تفهمش الكلام غلط. عشان بس الكلام بيتحرف. هقول لك الموضوع كله ده انا شايفه. طب هو الكلام حتى لو اتحرف ما انت كلام فيديو متقال، انت هتروح جايب الفيديو وحاططه لهم. جميل. احنا عندنا الاهلي عنده مشكله بدنيه. ولا حط بدنيه تحتها 100 خط، لان احنا بنيجي نقول زي ما انت قلت في الانترو بتاعتك ان الاهلي مجهد. مجهد دي ما ينفعش تعممها على الكل. مجهد دي تقدر تقول على السولية، تقدر تقول على حمدي، تقدر تقول على بعض اللعيبة، على 3-4 لعيبة في الملعب هم دول اللي ممكن يكونوا مش مجهدين، محروقين كمان. الأهلي عنده، الأهلي مش مية واحدة بدنية. يعني ايه مش مية واحدة؟ الفرقة مش مية واحدة، الفرقة اللي بتجيبه من بره مش جاهز بدنية، لأن انت كم الأجازات اللي بتديها للكل، بتديها للي بيلعب ماتشات كتير واللي ما بيلعبش. صح. النهاردة لما تيجي تحتاج مثلا طاهر، بتيجي تحتاج بتلعب طاهر بعد فتره طويله جدا وتلعبه اساسي. بعد كده تيجي حسين بيبعد فتره طويله جدا وبعد كده يرجع يلعب اساسي، ميكيسوني بيبعد فتره كبيره جدا يلعب اساسي. هل اللعيبه دي ما بترجع بتبقى واخده كم ماتشات وديه كافيه؟ لا، او حصص تدريبيه. خلينا نقول ان هو ضد الماتشات الوديه، وفي يقول لك انا خاف الفرقه تتعور، حد يتعور، مفيش مشكله. هل الحصص التدريبيه كافيه؟ ده مش باين في الملعب. النهارده في كام كوره بالترتيب كده، كرة بيرسي تاو في الاولى اللي هو عدى من الجول، شفت الفوت ورك بتاعته عملت ازاي؟ هو يعني مش واقف على رجليه، تحس ان هو فقد توازن. الكرة دي اتكررت مع بيرسي تاو، اتكررت مع حمدي فتحي في الكرة اللي شاطها في الارض اللي انت قلت عليها كرة صعبة جدا. حمدي فتحي برده لو استلمها قدامه شوية لهو ده انا اعذره فيها، لان حمدي برده مش مكانه يعني. لا وحمدي مستهلك. حمدي السلية، حمدي والسلية لا مستهلكين يعني. فده جزء من الحاجات اللي احنا لازم نبقى فاهمينها، ان اللعيبه اللي موجوده الحمل البدني مش واحد. في جزء مجهد متفقين جدا، وفي دي بص الكره دي
هو لو وقف على رجليه مش هيقع، مش هيقع الوقعه دي. هو لو وقف على رجليه هيعدي ويلعب. هتقولي هو بيلعب، هو بيلعب، بس انت لما بتيجي تلعب ماتشات كتيره وبتفقد محتاج تعوض كويس، محتاج تعوض جوه الريكفري بتاعتك، تشتغل اشتغل قوه. هل انت في مواقف كتير جدا حاسس ان لعيبه الاهلي واقفه على رجليها؟ اشتراكات كلها لعيبه الاهلي واقفه على رجليها. في جزء بدني الناس كلها بتتكلم ان انا بوافق بقى جدا في ان الشيب الهجومي مفيش، مش يعني انت النهارده نظام لعب، انت النهارده في جزء في حاجات لازم احنا برده نبقى فاهمينها. ومش مباراه الجيش بس، مباراه الجيش، مباراه المصري، كل المباريات اللي الاهلي الفرقه بتلعب معاه دفاع متاخر فيها مشكله. طيب هل ينفع العب بالدفاع متاخر ده طول الوقت بحضر بس، ولا بحضر عشان اعمل عرضيات؟ في جزء كبير جدا لازم يبقى عندي شكل. النهارده كل الاوقات الطبيعي جدا تلعب 2 3 5، تلعب 3 2 5، تلعب 3 1 6، والناس يعني باكين طايرين، وناس جوه ال 18 بتلعب بدماغك. النهارده ليفربول مباراه ايفرتون لغايه الدقيقه 60 0 0 ومش عارفين، مفيش، ميتين خالص. الراجل راح مطلع طلع لعيب نص ملعب، وراح منزل دياز، ومنزل الراجل راس حربه اوريجي، ولعب عرضيات هوب 2 0 وضيع كور كتير جدا. في حلول، هو محضر للجيم ان الجيم هيمشي كده. النهارده نفس الشيء، هل النهارده الجيم الاهلي محضر انه يشتغل على الاطراف ويعمل عرضيات؟ طب انت رايك كلاسي يعني مفيش، يعني رايك، انا شايف ان اول مشكله بتقابل الاهلي لما بتيجي تعمل الدفاع ده، لازم واحد زي قفشه يبقى موجود في رقم 8 يسقط ويلعبك، يسقط وهو اللي يلعبك، لان انت كمان بتخسره وانت بتلعب الكوره، وبتخسره وانت بتعمل عرضيات، لانه ما بيعرفش يستلم الكره بالخطوط، وكمان بين الخطوط المساحات ضيقه جدا. وحتى لو مش ده ما بيعرفش يستلم الكره بالخطوط، والله هو بيسقط ينزل، هو بينزل، هو بيحب يلعب بوش واحد. وحتى لو في عرضيات النهارده لما بتيجي في وقت من الاوقات كتير جدا، لعيبه الاهلي الجناحين داخلين جوه الملعب ومفيش اطراف طالعه، بتلاقي علي واقف وهاني واقف. طب ما الطبيعي الاثنين دول بيعملوا حاجه عشان الاطراف تطلع. انا اسف الدور هرجع لك، بس انا بتكلم عادل. انا رايي، معلش انا قول لي هنتناقش، تمام؟ انا رايي ان انت اي فرقه بتلعبها بتلعب بكثافه دفاعيه وفي الناس قافله لك جوه الملعب وبتلعب لبره، محمد هاني ملوش لازمه في الملعب. عايز اقول لك حاجه، محمد هاني يا جماعه راجل لما بيوصل بيت استخدام تاني خالص بقى. عايز اقول حاجه، بنفس اللعيبه دي، هم نفس اللعيبه، ممكن يلعب ثلاثه وحسين الشحات وينج باك بالظبط، ويطير يبقى واحد لما بتجيله الكره يعمل كروس صح. انت النهارده في وقت من الاوقات والكره معاك، في حتت في الملعب مقطوعه، في حتت مش مشلول موجودة. انت هنا مفيش، انت حتى الكره اللي الملعب جاي كده وعلى نص الملعب، هاني بيعمل كروس من بدري جدا، والوقت حتى اللي بيحضروا فيه، الوقت اللي موجود فيه هاني وعلي مش موجودين في مكانهم. الطبيعي انك تروح تقف من بدري، انا بقول تقف من بدري، هتاخد الناس معاك، الناس تلعب معاك بسته، هتفضي نص الملعب. هتلاقي شوطه من قفشه، هتلاقي شوطه من ديانج، هتلاقي في تحضير لو حمدي موجود نفس الشيء. لكن انت لا بتلعب من جوه ولا بتلعب من بره، انت مش محضر، لان انت جوه الجيم طبيعي جدا. فرقه الجيش معروفه، كابتن طارق معروف بيلعب طول الوقت، بيلعب دفاع فاهم يعني. دي نقطة مهمة جدا. في نقطة مشكلة في الإجهاد. مش كل اللعيبة مجهدة، لكن في لعيبة كتير جدا مش جاهزة. في لعيبة كتير جدا 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 مش جاهزة، ما عندهاش حساسية المباريات، وبتنزل تحكم عليها. وبرضو حتة ان انت تحط ضغط على لعيبتك دي مش حاجة صح، ان انا افضل اقرر ان انا لعيبتي اجيب اسمها كتير في المحاضرة بعد المباراة في المؤتمر، ده مش صح خالص. عايز تجيب بإيجابي، ما تقعدش تقارن باللعيبة زي ما انت قلت. النهارده انا ما اعرفش هو بيعمل كده. انا النهارده واحد زي حسام حسن خلاص مش موجود معاك، خلاص. هو بيفكر انا لما اطلع لو مش كويس هعمل ايه؟ هتيجي تقول لي لا شخصيه النادي الاهلي لازم تركز طول الوقت. لا، في الاول وفي الاخر طبعا، ولكن ده في الاول وفي الاخر لعيب لسه ما عندوش حساسيات. الراجل ما خدش 10 ما عندوش 10 ماتشات مع النادي الاهلي. انا بالنسبه لي برضه عشان خاطر تبقى انت عارف في الصوره، انا بالنسبه لي حته لازم لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الزمالك يبقى طول الوقت هو مركز في الوقت اللي يلعب فيه. مثال حسام حسن لعب النهارده وبدا، الناس كلها كانت بتطالب. احنا كابتن معاك، انا راجل مقتنع بموسيماني. احنا بنقيم كابتن عادل لما بيجي يتكلم بيقيم ماتش النهارده، احنا بنتكلم على ماتش النهارده. انا شايف موسيماني اي حد، لا الاول كلمني في موضوع حسام. ما انا جاي لك، ما انا هكمل عشان خاطر اجي لك على حسام حسن. هل موسيماني بيحب ويكره؟ اتقال ان هو ما بيحبش حسام حسن، فبالتالي حسام حسن لما بيلعب عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيتنرفز بسرعه، لو ما لعبش بيخرج بره نطاق التركيز بتاعه. فبالتالي انت شايف ان هو عيب لعيب ولا المفروض المدرب لما يكون انا يا كابتن انا عندي قناعه اللعيب محتاج المدرب يحط انا يا كابتن انا كنت موجود في نادي الزمالك
كنت بقعد اربع شهور واجي العب ابقى كويس. بتختلف شخصيه عن شخصيه. تبقى بالظبط تختلف شخصيه عن شخصيه. الناس كلها بشخصيتك. ما انا بتكلم في كده. ممكن كل لعيب شخصيه المدافع زي شخصيه المهاجم مع كامل الاحترام ليك يا دكتور. لا وشخصيه المدافع المدافع برده في الاول وفي الاخر هو بيعمل تاكلينج بيعمل حاجه لكن المهاجم ده هو عليه حمل الفرقه كلها هو لازم يكسب الفرقه. طيب هنيجي نتكلم. هو راجل ما عندوش الناس راجل ما عندوش 10 ماتشات مع النادي الاهلي النهارده. لازم الناس النهارده الناس كلها بتنتقد موسيماني. طب هو موسيماني دلوقتي فاشل يا جماعه؟ مش موضوع فشل. انا عايز اعرف برضه هو لازم انتقاده يبقى فاشل يا دكتور؟ هو انتقاده بالنسبه لي الانتقاد الحقيقي لموسيماني في تصريحاته. تصريحاته دي بتضر اوضه اللبس. كون ان هو اللاعب اللي مدرب ممكن اسالك سؤال بس معلش. تمام التصريحات طبعا في انتقاد غلط. انت راجل دلوقتي مدافع صح؟ هكلمك في حتتك. تمام. مش لما كنت بتشتغل مع مدربين كويسين كان بيعلمك ازاي ان انت في بدايه الهجمه مثلا ان انا راجل مثلا ان انا العب الكره بين الخطوط ان انا راجل مثلا الناس بتتحرك قدام بشيلها لهم. هل انت شفت الكلام ده النهارده من السنتر باكين بتوع الاهلي؟ لا انا مش طيب. النهارده كده يبقى مفيش. يبقى النهارده الاداء سيء. احنا متفقين ان الاداء المصري سيء. ماتش الرجاء في الـ في الـ في الـ في السلام في استاد السلام في القاهره الشوط الاول النادي الاهلي مضيع اكتر من فرصه. الراجل كل حاجه كابتن عادل ان الفرص بتيجي. النهارده بيرسي تاوي الكره اللي جات له دي ما تجيش جون يا دودار. انت عارف البيرسي تاوي انت عارف الكره دي جايه ازاي؟ الراجل بيرجع الكره للجول رجعت قصيره فالراجل خدها يعني. مش أنا مش أنا مش أنا, انا من وجهه نظر يا كابتن في الحته الهجوميه في النادي الاهلي محتاجه شغل. اللعيبه حاسه ان بيرسي تاوي هو ابن موسيماني وحش حلو بيلعب وهنا فقد العدل في اوضه اللبس. عايز اتكلم برضو في نقطه مهمه جدا ان موسيماني اتخانق مع محمد شريف عشان برضو الناس تبقى عارفه في ماتش الرجاء. تجي الحاجات دي منين؟ انا بقول لك اهو في ماتش الرجاء على مسؤوليه الاداره قريب من كل اللعيبه. في ماتش الرجاء في كوره في كوره موسيماني بعد الماتش دخل قال له انت اناني بتفكر في نفسك بس. في كوره في اخر الماتش لو كان لعبها ايوه بس ده طبيعي وشطه وخلاص. لا يا كابتن هو انا هو عايز يركب بيرسي تاو كابتن. انا عايز سؤال بس. لا عايز يركب بيرسي تاو. هي دي مشكلتي. هو انا النهارده لما اخش ازعق للعيب بعد الماتش ابقى انا بتخانق معاه؟ لا مش بتخانق. انا بقول له انت كان لازم تباصي. النهارده انا ما عنديش انتقاد في موسيماني غير في حاجات معينه. ايه الحاجات المعينه دي؟ ان هو بيرسي تاو ان بيرسي تاو بيلعب في اسوأ حالاته وبرضه بيلعب وده غلط من موسيماني. ولما جينا اتكلمنا هنا في حلقات قلنا لازم حسام حسن يلعب. الراجل بدا بحسام حسن. كون ان حسام حسن مش مركز دي حاجه تخص الشخص. هو بتاع تركز. هو جاهز ولا مش جاهز؟ الكابتن يلعب امتى؟ كل الماتشات كلها ورا بعض. مفيش ماتشات وديه. انت ممكن تجهز فاهم. انت جاهز ولا مش جاهز؟ بص لعيب الفرقه الكبيره طبعا لازم يبقى طول الوقت مركز. بس في وقت في لعيب لازم تديله ماتشات. اديني هو فلافيو ده معلش مش كان من اساطير راس الحربه طبعا. يعني الناس الجامده جدا في راس الحربه بتاعتنا دي قعد سنه كامله الناس كلها بتنتقد. ايوه بس فلافيو عادل كان بيدي انديكيشنز او بيدي في التمرين يعني. لما سالت اللعيبه مثلا قالوا لي في التمرين كان جامد جدا. كنا عارفين ان هو لما يلعب ماتشات هيبقى كويس. ليه بقى؟ لان رتم التمرين في الوقت ده كان عالي جدا. رتم التمرين في الوقت ده انت في لعيبه كانت بتلعب في انديه ما كانتش عارف تلعب تعمل ايام جوزيه تمرينه الاهلي ايام جوزيه بريتم مباراه كامله في اي حته ثانيه بره. انا بقول لك الكلام ده ان جوزيه كان ريتم التمرين بتاعه مختلف. هو ده بتكلم فيه. احنا هل اللعيبه دي جاهزه؟ فهي لازم اللعيبه كلها تبقى ميه واحده بدنيا عشان نقدر نقيمهم. عشان حتى اللعيب اللي بعيد ده يشيل اللعيب اللي مجهد. النهارده انا عندي مشكله علي معلول مثلا مجهد لازم اللعيب اللي جنبه يشيله. لازم اللعيب اللي جنبه يبقى جاهز يشيله. ما اقدرش مضطر برده ان انا العبه. الاهلي هيضطر. خد بالك الاهلي هيفقد لعيبه كتير الفتره الجايه يعني ان شاء الله ما يفقدش حد. بس بالشكل ده هيفقد لعيبه كتير لان هتخش بقى في حمدي هتخش في السوليه. لان حمدي والسوليه وانا كان الكلام ده معاك قبل كده. حمدي والسوليه من اول شهر 12 لغايه دلوقتي شوف احنا بقى لنا اربع خمس شهور لاعبين فوق ال 30 ماتش على اللونج تيرم. لا ولاعبين 30 مباراه. أنا ايه انا رايي برضه سنغال في سنغال وكاميرون وماتشات كبيره جدا. انا رايي هقول لك رايي وهاخد رايكم بعد الفاصل. تمام. انا رايي ان الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في تكوين الفريق. ان معظم اللعيبه اللي بتلعب في التلت الهجومي لعيبه بتجيد في المساحات اكتر من المساحات الضيقه. وهي هو ده النهارده اللي خالق مشكله لعيبه الاهلي. هعرف رايكم بعد الفاصل. نطلع فاصل ونعرف راي الكابتن عادل مصطفى وكابتن ديودار في اللي انا بقوله. هل اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ نرجع نكمل كلامنا عن الاهلي والمشكله اللي موجوده. وكنا بنتكلم يعني قبل الفاصل ان انا كنت بقول ان
مفيش يعني تكوين الفرقه واختيار اللعيبه في التلت الهجومي ما بتكلمش كويس ولا وحش. كويس ولا وحش دي ممكن نقعد نتكلم فيها حلقات طويله، لكن بتكلم ان معظمهم بيجيدوا في المساحات. انت بتتفق مع الكلام ده ولا لا عادي؟ بتتفق معاك. الوحيد اللي غير دي عبد القادر. عبد القادر طبعا الوحيد اللي غير الحته دي عبد القادر. وهتختفي يعني لو عبد القادر مش موجود هتختفي ان واحد زي قفشه لازم موجود في رقم 8. هتغير الشكل، مش هتعتمد قوي على الحته دي، ممكن تعتمد على عرضيات كتير. لكن واحد على واحد لا، البراجل كتير في الاهلي يعني كل اللعيبه برجلها واسع. طاهر ممكن شويه، حسين خلي بالك عنده حلول فرديه، بس لما حسين بيلعب ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. حسين ناحيه اليمين بيقف على الكوره كويس وبيشتغل كويس، لكن وهو ناحيه الشمال احسن. ميكيسوني برده ممكن يكون عنده شويه في المساحات دي، لكن هو ما عندوش ثقه يعني برضه هو مش زي اللي موجودين، ما عندوش ثقه المكان قوي، ما عندوش الحته ان هو بيشتغل واحد على واحد ويروح. النهارده لما نزل عادل قرارات غلط كتير قوي، كتير حاجات سهله والله. ميد القرارات الغلط دي والله انا بقول لك اهو معظمها بدني. معظم القرارات الغلط، انت كنت لعيب كوره وانت واقف على رجليك، هي نفس القرارات بيجي لك وانت واقف على رجليك، وانت مش واقف على رجليك بتتصرف فيها بشكل غلط. هو النهارده برضه يا كابتن ان النادي الاهلي عمل حاجه موسيماني مركز فيها قوي، بس هي للاسف ما اتنفذتش، ان اللعيبه اللي تحت الفراوده سواء حسين الشحات او قفشه او بيرسي تاو عايزين ياخدوا من العمق. مفيش النهارده لو شفت مفيش هاف يعني، ولا فيها هاف رايت ولا فيها هاف ليفت. انا حسيت ان اللامركزيه ديت مبوظه اللعب، مبوظه الشكل نفسه. تعرف هو بدا ازاي ولا لا؟ انا ما اعرفش لعب ازاي، ولا 4-3-3 ولا 4-2-3-1، وفي اخر الماتش لعب 4-4-2 شريف. هو كان عايز يدخل حسين الشحات وقفشه يدخلهم تحت 4-2-2-2 يعني يعملها اوفر لود على 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 اللعيبه بتاعه نص الملعب بتاعه طلائع الجيش. لكن اللي ما اسعفوش ان ما عندوش لعيبه بتعرف تباص الكره بين الخطوط، ومفيش الباكات بتطلع، فبقوا الباكين الجنب يخشوا معاهم وما عندهمش مشكله. ده نجاح لطريقه الكابتن طارق العشر. النهارده الكابتن طارق العشر اشتغل شغل كويس قوي قوي قوي. النهارده قافل عامل مثلث هايل زولا ناحيه اليمين، وزولا ومهند لاشين وجابر مع احمد سمير، ادي كده مثلث. زولا لعيب كويس قوي سريع، جابر ديفندر ثالث، احمد سمير لعيب كويس قوي قفل على الجنب بتاع علي معلول. ده الشكل دودار اللي النهارده لا، النهارده كابتن العشر لعب بشكل هايل 4-5-1 صريحه، خط دفاع متوسط بالظبط. فالناحيه الثانيه برده كان ناصف ورجب عمران والسيسي ومهند لاشين في نص الملعب عامل الشكل اهو هو ده اللي بتكلم فيه يا كابتن. بص هتلاقي ناصف، هتلاقي السيسي، هتلاقي رجب عمران، هتلاقي فيه ثلاثه، وادي هنا ثلاثه ومهند لاشين في النص. انت عارف يا كابتن ان اضعف خط هجوم هو طلائع الجيش، الهجوم بتاعه اضعف خط هجوم في الدوري فدي مشكله كبيره جدا. النهارده لو بسوء حاله النادي الاهلي طلائع الجيش كان ممكن يكسب النهارده بالانفراد الاخير للمهاجم الافريقي بتاعهم. فانا شايف كابتن عشري عمل ماتش هايل. اللعيبه ادت بشكل كويس جدا، سواء بسام او مصطفى الزناري، وده مدافع يا كابتن افضل مدافع بره الاهلي والزمالك. مصطفى الزناري 23 سنه، هايل لعيب، هايل يا كابتن عادل. انا متابعه، جاله صليبي، كان موجود في حرس حدود، لعبته قدامه 97 اعتقد. طب عادل ده شكل غلط. لا انت كانت على شكل الجيش حلو جدا ودولار كان صح شكل اهلي. لا انا عايز بس الصوره اللي فاتت، معلش ماشي رجعوا يا جماعه. الصوره اللي فاتت دي فيها 10 متر متاخرين من هنا علي، بص علي علي متاخر. وجود قفشه في الحته دي ملوش لازمه هنا خالص. انا شايف ان الكره دي لازم تنزل واحد تالت يحضر من معاك هنا، هتاخد منه الراجل، يا اما لعيب نص ملعب هيجي لك، يا اما الراجل اللي بره ده هيطلع عليك هنا. علي معلول هيبقى فاضي، ولو علي معلول الراجل باك ده جاله هيبقى الراجل حسين الشحات فاضي او بيرسي تاو فاضي. فدي نقطه من انا عادل في 10 متر مش موجودين مقطوعين. عادل انا رايي ان حسين الشحات هنا داخل لجوه زياده عن اللزوم. هو مسلم نفسه للمساك يعني انور كده، انور معاه اتنين لعيبه. عارف حسين، عارف حسين زي ما انت بتقول بالظبط. لو حسين 3-4 خطوات على الشمال وعلي زي اللي قدام بقى في مشكله. هي دي بقى، انما مفيش، انت راجل مسلم نفسه. دي التركه بتاعت الماتش كله. لو علي معلول وهاني عندهم ده بدري، خد بالك في فرق ان انا اروح استنى عشان اخد الكره في مساحه، وان انا اروح اقف من بدري. انت قصدك ان علي لازم يبقى لازم يروح يقف من بدري على خط الديفنس اللي بالظبط. ليه؟ لان اي كره طويله الراجل ده الباك رايت ده هيروح طالع معاه. بقى عندك حسين فاضي. لو الراجل ما جاش معاه علي بقى لوحده. الراجل احمد سمير ده هيعمل ايه؟ هتلاقيه راح نازل مع علي معلول، خلاص فضيت حد واحد من نص الملعب. لو جالك ديانج استلم مره هتعمل ايه؟
هتلاقي الراجل يا اما السيسي ده يا اما مهند. جابر او مهند طلع معاك بقيت اشتغلت جوه ملعب 2 على 2 بس كابتن ميدو قال نقطه كويسه جدا ان النادي الاهلي بيفقد اللي بيعمل باص من ورا من بين الخطوط بين الخطوط فدي مشكله جدا جدا انا في رايي انا في رايي ان لازم زي ما عادل بيقول في الماتشات اللي زي دي انت عارف ان الناس هتيجي تلعبك ازاي ابدا الماتش بقفشه 8 ومعلش باحترامي ما تزعلوش مني وانا شغال بالشكل ده والناس دي بتلعب بالشكل ده ابدا ماشي بمحمد هاني لكن لازم بعد تلت ساعه 25 دقيقه لقيت ان الدنيا كده اودي حسين الشحات اقول لك حاجه ميدو باك رايت ولا بدون اقطع كلامك شايف هم كده وهم كده اشتغلها وهي كده هاني ينزل يحضر ثالث من تحت وحسين الشحات يبقى من بره واحد من والراجل قفشه ده يروح ياخد مكان حسين هناك بره خالص عادي يلعب 3 2 5 والخمسه باينين ان هم في خمسه فوق على خط واحد هاني هاني داخل معاك ثالث في نص الملعب في في, في 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 خط الظهر او تلعب 2 3 5 هاني دخل هاني جوه الملعب يبقى هو والاثنين ديفندرين وقدامك واحد من حسين ناحيه اليمين خالص والراجل قفشه يخش في ده ده الشكل اللي كان بيحاول يعمله ان هو كان بيحاول يبقى فيه اثنين لعيبه موجودين يعني في عمق الملعب قفشه ولا عملت بيه حاجه خلاص غلط رايته للماتش غلط هاني 15 متر تحت علي معلول الى حد ما نسبيا معقول لو الراجل هاني ده اخد لغايه هنا كده والراجل ديانج خد ال 10 متر ده بظهره هنا انا ما اعرفش هاني داخل لجوه الملعب كده ليه يعني المفروض تبقى رجليه جوه بره خالص بره على الخط خالص وبره خالص بس عشان تقدر دي الحته المهمه قرايه موسيماني للماتش غلط يعني طبعا في نهايه واللي ساعده كمان ان لعيبه النادي الاهلي مش مركزه في الماتش عايزين نجيب الصوره اللي بعديها يعني في نهايه المباراه طبعا كابتن يعني في طبعا كابتن طارق بذكاء كبير جدا ابتدى ان هو يدخل الباك رايت والباك ليفت جوه والاجنحه بتشتغل معلش انا عارف انت عايز ننقل على حته ثانيه شايف الكره دي ايوه شايف الكره دي كده التحضيره دي بفتحه الملعب دي بص 2 4 6 وفي 3 في نص الملعب التحضيره دي كره مثاليه انك تحضر عشان تشوت النهارده مفيش ولا شوطه وبعدين اللعيبه لا الكره مثاليه يا جماعه اللعيبه بتاعت الاهلي دي كلهم مسلمين نفسهم هو انت اللاعب هو لا ده انا مسلم نفسك ده في الكره دي لو انت بقى في التحضيره دي الراجل اللي معلش اتفضل الراجل واحد من الثلاثه اللي فوق دول بقى ثالث في نص الملعب بقيت بتشتغل 3 على 2 هتحضر لا كمان ده حل برضو تكمله لكلامك كابتن عادل ان فريق طلاع الجيش الكره دي لو اتقطعت جون ودي حصلت في الانفراد بتاع اللاعب الافريقي اللي في طلاع الجيش عشان هو في الاخر بص واقفين غلط كل لعيبه النادي الاهلي مسلمين نفسهم للديفنس والاثنين اللي موجودين بتوع لعيبه طلاع الجيش والفيرويد اي كره لو اتقطعت ايوه بالظبط هو ده اللي بتكلم فيه بالظبط هو ده اللي بتكلم فيه لو فريق طلائع الجيش مركزين ان يكسبوا بس للاسف هنرجع تاني يا كابتن احمد ان احنا نتكلم ان لعيبه مصر بتلعب قدام النادي الاهلي عشان خاطر البونت مش عشان خاطر تكسب لو هم مركزين عشان يكسبوا بسوء حاله لعيبه النادي الاهلي كان يقدروا يكسبوا الراجل ده جسمه جامد جدا لو سمع اللي انا قلته عليه وقت الضربه دي كنت هيستناني بره القناه والله العظيم صعب ها وجود ده معاهم القناه كلها كانت صعبه فيرويد معاهم فيرويد يا راجل حرام عليك الجون فاضي يا راجل ها لا سهله اصل حمدي فتحي اتعصب في الشناوي يعني مش حطها بشمالك بقى يعني حطها بشمالك في الجون عشان الزمالك يكسب بكره بقى يا كابتن عادل الزمالك ماتش النهارده ده هيخلي لعيبه الزمالك بكره تكسب 2 3 لا بس خلي بالك الماتش ده سلاح ذو حدين بالنسبه للزمالك اللي برضو الماتش ده والنتيجه هتحط ضغط على الزمالك فرقه المصري الزمالك يكسب بكره فرقه المصري الزمالك يكسب بكره طب خلينا نتكلم على بيراميدز يعني. خلينا نتكلم على بيراميدز عادل بيراميدز عوده تاكس وهزيمه في اول مباراه وامام فريق ما كسبش بقاله 10 ماتشات انت شايف عوده تاكس ازاي تاكس ده مدرب كويس جدا 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 انا شايف ان هو يبقى مدير فني لقطاعات ناشئين او مدير فني لفرق منتخبات صغيره يعلمهم ازاي يبنوا هجمه يعلمهم ازاي اساسيات الكوره يعلمهم حاجات كتير جدا لكنك تجيب واحد زي ده تحطه في فرقه بتنافس دي حاجه ريسك كبير جدا جدا ومش حاجه صح وده اتكرر يعني انت جايب الراجل ده كان ليه تجربه قبل كده وتجربه ما نجحتش مظبوط يعني هما لعبوا 12 مباراه اتغلبوا ماتشين لا تعادل حوالي 6 ماتشات تعادلوا 6 ماتشات حاجه كده فده المفروض انت راجل فرقه بتنافس على البطوله فانت الراجل ده اللعب بتاعه او طريقته مش مناسبه ليك وجبته تاني الراجل ده قعد مع دجله حوالي 3 سنين لغايه ما دجله جابت اخرها يعني هو دجله جابت اخر خالص ونزلت في الوقت بتاع تاكس ده ان هم طول الوقت مصرين ان هم يلعبوا نفس الطريقه والناس كلها بتنتقده هو راجل ممتع خلينا نتفق راجل هايل ممتع جدا وتجيب واحد بقى نقعد نتسلطن ونقعد نقول الله ده جميل قوي وبيطلع لكن ما ياكلش عيش انا شايف يا كابتن الراجل ده ما ياكلش عيش وعوده تاكس لبيراميدز
قرار غلط، قرار خاطئ جدا 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 جدا. بس فرقه بيراميدز يا كابتن برضه، عشان فريق سيراميكا كليوباترا كان الكابتن هيثم شعبان اخر ماتش ليه كان هيمشي، اللعيبه راحت قعدت مع الكابتن معتز البطاوي قالوا لا احنا كابتن احنا عايزين الكابتن هيثم وعايزين، وده النهارده كان بيقاتل عشان الكابتن هيثم يكمل، لان هم اللعيبه شايفه ان الكابتن هيثم مش هيجيب مين البديل، مش هيبقى احسن من الكابتن هيثم، واللعيبه عندهم روح كويسه قوي مع الكابتن هيثم. بلس كده كمان ان تكمله لكلام الكابتن عادل، اختيار تاكس انا عمري ما اقتنعت ان ده مدرب كويس، زي ما بقول الكابتن لو ده يجي يمسك يمسك حتى اللي مقتنع بيه من محللين اللي بيتكلموا على تاكس ان هو مدرب كويس هو فاشل زيه. فانا دلوقتي بقيت كابتن انا بلاش فاشل زيه، انا بقول يعني بص انا خلينا اقول لك على حاجه، انت يعني خلينا في حاجه بيقيس خلينا نقيم بس انا لا خلينا نقيم حاجه، انا بقيم اللي انت بتقيم ازاي، بقيم فريق دجله ثلاث سنين الراجل معاه هبطهم، طب انت عايز ايه تاني، مدير فني فريق مع ثلاث سنين هبط وادي دجله، ووادي دجله مش هيصعد الا شويه حلوين، مين السبب؟ هو الراجل ده، تروح انت اداره بيراميدز تجيبه؟ طب هو انا عايز اسال سؤال لدودار، كان قدامهم باتشيكو يا كابتن، كان يقدروا يجيبوا باتشيكو بصراحه. هل من العدل ان احنا النهارده نحكم على تاكس من هو مسك الفرقه تمرنتين؟ لا يعني هو الراجل انا ما بتكلمش على سوابق، انا بتكلم ان هو بقاله بص يا كابتن النتيجه خالص يعني طريقه لعبه كابتن الراجل ده طريقه لعبه ما عندوش المرونه التكتيكيه، هو طول الوقت هو عايز يهاجم عايز ينقل من تحت، انا معاك انه عنده مشكله وهو متقدم ما بيعرفش يحافظ على ولا بيعرف يا كابتن، طول الوقت خسران كسبان يا كابتن عادل، هو بيلعب بنفس الطريقه ما عندوش المرونه التكتيكيه، وفي نفس الوقت برضه يا كابتن النهارده لعب بمحمود صابر وهشام محمد في نص الملعب، وده هو برضه كان عندهم مشكله طبعا، هم جايين برضه من ماتش يعني جايبين ماتش ده متقيل جدا، النادي الاهلي برضه كان جاي من ماتش من الرجاء، لا بس الاهلي جاي كسبان لعبت النادي الاهلي، لا لا بسبب ماتش الرجاء، فانا شايف برضه طبيعي بيراميدز هو مش كابتن دريح، لا هو مش احسن، كان وليد الكابتن كان اتفق ان مهما كنت انت النادي اللي انت فيها دودار بيجبرك انك ترجع بسرعه لما تكون بتلعب طول الوقت بتلعب على بطولات، يعني مع احترامي يعني لعيب اهلي وزمالك غير لعيب بيراميدز، مش عايزين نقارن اهلي وزمالك، يعني الاهلي وزمالك عاشوا بيعيشوا ضغط كبير جدا كابتن، على فكره لعيبه بيراميدز كلهم اصلا اهلي كلهم كابتن هيميدو المفروض ان هم متربيين على كده، يعني عمر جابر متربي زمالك، احمد فتحي اهلي، عبد الله المكان هويه المكان بتجبر عليك ده، انا بكلمك على هويه المكان، بص هو مش هم اللعيبه بتلعبوا في انديه بره في المحله واي حته ثانيه، بيروحوا الاهلي بيبقى يتحول وبياخد بطولات، ايه الفرق كابتن فريق هو هويه المكان المكان بس، يعني بصراحه علي جبر انا بحب علي جبر بس يعني انا مش عارف هو بيعمل ايه في الكره دي، يعني انت راجل مش عارف، وبرده شريف هو الراجل انا فاهم ان هو حصل يعني الاثنين هو ما بيتكلموش مع بعض يطلع صح ودي حاجه برده في علي ان هو ما بيتكلمش مع اللي جنبه، يعني انت عارف يا كابتن لو هو علي مثلا شريف شريف وبعدين المفروض ان في الوقت ده شريف ياخد قرار ان هو يطلع او علي يشيلها بشماله او يشيلها في اي حته بعيد عن اقول لك بصراحه دودار ما تتسابش لشريف، انا راجل الكره في حوزتي انا الكره يلعب الامان صح عايز يبقى شريف بس الكره بين رجلي انا ماشيلها الكره ان علي لا يشيلها لا شريف يقول له شيل. يعني يبتدي يبقى في كلام ما بينهم ومن بعض، فلا انا شايف ان اتكلمت معاك كابتن ميدو واحنا كنا في من شهرين قلت ان نادي بيراميدز مش هينافس على بطوله الدوري، نادي بيراميدز اللعيبه بتروح هناك علشان خاطر تستفاد من الناحيه الماديه فقط لا غير، امال عشان خاطر تاخد بطولات النادي الاهلي ونادي الزمالك هم انديه البطولات، مع احترامي لكل الانديه اللي موجوده في مصر، النادي الاهلي ونادي الزمالك الناس دي عندهم جمهور عندهم ضغط جماهيري ان هم ياخدوا بطوله، لكن بيراميدز اللعيبه بتروح علشان خاطر تستفاد من الناحيه الماديه طيب بس. النهارده حصل حاجه جميله جدا عادل، ان ازاي يبقى الجمهور مؤثر بقاش بيشجع بس، لا الجمهور ممكن يبقى ليه دور، تخيل ان الجمهور ممكن يبقى ليه دور غير التشجيع في ان هو يجيب لانديته بطولات، تمام النهارده نادي الزمالك كان فيه بطوله مش محسوبه لحد، كاس مصر في الباسكت موسم 74 75 ما كانتش محسوبه لحد، يعني في الاحصاء والتاريخ بطوله كده ما فيهاش بطل، فراجل مشجع زملكاوي راجل يعني من مجانين الزمالك اسمه الاستاذ عماد نبيل راح جايب دوكيمنتس وجاب اوراق موثقه بتثبت ان الزمالك بطل الكاس موسم 74 75 وقدم الاوراق دي لنادي الزمالك، راح قدمها لنادي الزمالك، نادي الزمالك
طلب من اتحاد كرة السلة ان هم يعني يعيدوا حساباتهم، يعني قدم لهم الورق ده. راجل عارف من عارف الناس كوليكترز اللي هم مجمعين الصحف وبتاع، جاب تخيل دودار الحاجات وقدمها، قال لهم يا جماعه اهو الزمالك بطل الكاس في موسم 74-75. يعني طبعا المهندس عماد نبيل عايز اتكلم عنه، انا فرحان بيه بصراحه بعيدا عن الزمالك والاهلي، لكن حلو ان حد يبقى يعني يجيب لناديه بطوله، يعني اعتقد ان اول مره تحصل. باشمهندس عماد مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وعايز احييك، وعايز الاول يعني اعرف الموضوع بدا معاك ازاي. بص حضرتك يا كابتن، هو انا مهتم طبعا، حضرتك عارف الزملكاويه يعني بيهتموا بتفاصيل الزمالك في كل وقت وفي كل حاجه يعني. واهتمامهم بالعاب الصالات سواء الهاندبول، فريق الهاندبول اللي هو الفريق العظيم يعني، او فريق الباسكت او فريق الطايره، اهتمام بيبقى يعني متابع ماتشاتهم ما يقلوش عن اهتمامهم ببطولات الكوره او فريق الكوره يعني. فالقصه ان دايما كان بيحصل ان مع نهايه كل بطوله محليه سواء دوري او كاس في اي لعبه من العاب الصالات، تبدا على السوشيال ميديا جدالات، طب مين خد البطوله دي اكتر؟ الاهلي ولا الزمالك ولا الاتحاد ولا فريق؟ انت حضرتك انت حضرتك بتجمع الصحف، بتجمع الصحف اللي مكتوب فيها عن الزمالك في كل الرياضات؟ يعني انا بهتم، هي في الاخر انا بعمل ارشيف بوثق فيه بطولات الزمالك في الالعاب الجماعيه. اوكي. لان كان هي في مشكله ان لا الانديه سواء الاهلي او الزمالك او الاتحاد ما عندهمش سجل بطولاتهم، من كل واحد واخد كام بطوله، ودي من المسؤولين يعني اللي في الانديه. وفي نفس الوقت الاتحادات نفسها، اتحادات اللاعبات، ما عندهاش سجلات ليها، ودي هي دي المشكله. يعني ايه ما فيش سجلات؟ يعني يا جماعه في الاتحادات، ما فيش سجلات، يعني بيعتمدوا على ايه؟ انا مش فاهم. يعني ما فيش سجلات بتقول مثلا ان النادي الاهلي بطل دوري سنه 80، النادي الزمالك ازاي؟ يعني مش فاهم ازاي ما فيش ارشيف. يعني طب ما هقول حضرتك حاجه، ما هو ده خبر بطوله كاس مصر السله، ده معناه ان ما كانش فيه سجل، يعني هم مش موثقين البطوله. غريبه جدا. هي النقطه ان اتحاد السله مثلا بدا يوثق بطولاته من اواخر السبعينات، سنه 76 77 فبدأ يوثق بطولاته. ما قبل كده او بطولات السله اساسا بادئه من العشرينات، لكن ما في يعني في 50 سنه بطولات في كتير ما مش متوثقه. طب بقول لك ايه يا باشمهندس؟ اتفضل يا فندم. ما تدور لنا في الكوره كده، يمكن نلاقي 10 15 دوري. شوف لنا كده في الثلاثينات ولا حاجه، والله يمكن نلاقي كام دوري كده نقرب شويه. هو عايز اقول لحضرتك حاجه، باشمهندس عماد، نادي الزمالك ارجوك ارجوك. ها باشمهندس، انا بحييك طبعا وبشكرك وبحييك ان انت راجل يعني مش دورك كمشجع بس ان انا بتفرج بس وان انا بشجع بس، انا كمان ممكن يبقى ليا دور فعال في ان انا اغير التاريخ. وانا بقول لك ان انت غيرت التاريخ، لان البطوله النهارده اتحاد الباسكت حسبها لنادي الزمالك، واصبح نادي الزمالك بطلا لكاس مصر 12 مره بدلا من 11 مره. مهندس عماد نبيل مشجع نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. حاجه جميله دودارة. لا لا، حاجه جميله جدا. وازاي برضو شفت فيلم عكل لما راح السجلات عشان يطلع بطاقه والدنيا كلها اتحرقت في الفيلم في البطايق وفي السجلات كلها بتاعت مصر. ده غلط كبير جدا يعني. باشمهندس طبعا بنشكره على مجهوده، لكن ده غلط اصلا من اتحاد الكوره. ازاي اصلا الحاجات دي ما تتسجلش؟ اتحاد الباسكت دي مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره طبعا يعني. فحاجه جميله جدا باشمهندس عماد يعني. عادل بشكرك حبيبي، كل سنه وانت طيب. طيب حبيبي، وعليك سعيد. كل سنه وانت طيب يا دودار. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وعايز اقول لك ان رمضان صبحي اقترب من نادي الزمالك. رمضان صبحي يا كابتن ما بيلعبش بقاله ماتشين، بيسوق نفسه بره مصر. وانا بقول له رمضان يا كابتن، انا مع العالمي. فانا بقول له يا رمضان، انت حد انا بحبه جدا، مصلحتك في نادي الزمالك. وليه مش مصلحته في بيراميدز؟ انا شايف يا كابتن رمضان لسه صغير. النهارده اخر لعب 6 لعب 46 ماتش يعني. لعب 46 ماتش يا كابتن، جايب 8 تجوان. انت متخيل؟ جايب الموسم الاولاني 8، الموسم الثاني 3، في الكونفدراليه لعب 23 ماتش جاب 3 اجوان. رمضان صبحي لعيب كويس، انا لعبت معاه كابتن، لعيب كويس طبعا، لعيب كويس جدا جدا. رمضان لعيب طبعا كبير، بس انا عايز اقول لك حاجه، رمضان عمره ما لعب في فرقه وجاب اجوان كتير. انا بقول لك يعني يعني في تقريبا نص موسم بس مع الاهلي جاب اجوان، صح ولا لا؟ لا يا كابتن، لا يا كابتن، لا انا والله. انا رمضان يا كابتن لو جه نادي الزمالك هيعلى بشكل كبير جدا. رمضان راح بيراميدز الطفى شهور مع فايلر هايل، دول اللي جاب فيهم اجوان، اللي هو اول ما رجع من بره، برافو عليك، اللي هو رجع من بره كابتن لما اتصاب بعد كده بالظبط. لكن هو كلم وكيل عايز يسوقه بره،
وانا في نص السيزون اللي مشي بعده اللي هو مين؟ هو في اخر فايلر هو مش هو كان هو بيحب فايلر يعني كان لان طريقه اسلوب لعبه في رمضان أنا بنسبه أنا كبيره اقترب لنادي الزمالك وبقول له مشار مرتضى وامير دوسوا في الموضوع لان رمضان لو جه نادي الزمالك هيعلى بشكل كبير جدا دي على مسؤوليه دودار لا خد بالك انا اي حاجه بقولها هنا يبقى انا مقتنع بيها بس انا بقول لك بقى رمضان لو راح نادي الزمالك ومطورش من ادائه مش هيلعب اساسي في نادي الزمالك لازم اللعيب الوينج اللي بيلعب في نادي كبير لازم يكون بيتحرك في ظهر الديفنس لازم يبقى بيجيب على الاقل 10 بلس اجوان في السنه لازم يكون بيلعب على الجون ورجليه كويسه على الجون وانا رمضان بحبه جدا لكن هو ما طورش نفسه في الحته دي لو جه مع فريره هيفرق جامد جدا يعني هنشوف هنشوف خلينا مع انت بوم في اخبار تانية ولا خلاص في اخبار تانية خلاص انا سبت لك نص الحلقه كابتن بشكركم شكرا عادل تصبحوا على خير واشوفكم ان شاء الله يوم السبت السبت على خير باذن الله وكل سنه وحضراتكم طيبين تصبحوا على خير.